بنصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ودافي على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء، وده هيكون على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير عليك يا استاذه رامية، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. وطبيعي التقلبات الجويه اللي احنا بنعيشها طول فصل الربيع، وبنشوف تقريبا الفصول الاربعه على مدار اليوم الواحد. طمنينا بقى عن الظواهر الجويه اللي احنا بنتعرض لها، سواء كانت رياح محمله برمال واتربه او يعني انخفاض وارتفاع في درجات الحراره على مدار اليوم. هو بالفعل هي طبيعه فصل الربيع، التقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغير الكبير في حاله الجو من يوم للتاني. يمكن احنا الايام الماضيه شفنا ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره، وشفنا كمان نشاط الرياح اللي كان مثير للرمال والاتربه. اليوم ان شاء الله متوقع ان الاحوال الجويه تستقر بشكل كبير، يكون في تحسن كامل في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه. طقس فترة النهار هيكون طقس حار، لأن في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تعتبر حول المعدلات أو أعلى من المعدلات بحوالي من درجة لدرجتين. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار متوقع إن هي تسجل 29 درجة مئوية، فبالتالي الطقس الربيعي الحار فترة النهار في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وايضا كمان المناطق الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد ده خلال فتره النهار وتحديدا فتره الظهيره. الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط اجواءها بتكون اقل حراره، فبالتالي الطقس فيها بيكون دافي خلال فتره النهار. خلال فترات الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس اكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره. فتره الليل المتاخر فترات الصباح الباكر هنحس فيها ببعض البروده، يعني احنا الايام اللي جايه او الليله اللي جايه هنحس بالبروده فتره الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، خاصه في المدن الجديده الاماكن المفتوحه المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير، وفرق قيم درجات الحراره بين النهار والليل بيتجاوز العشر درجات واحيانا بيزيد عن العشر درجات في بعض المحافظات. ودي الفترة مهمة جدا ناخد بالنا منها، ان احنا نوعية الملابس ناخد بالنا بين فترة النهار وفترة الليل، بلاش ننخدع بفترات النهار والدفء. الفرق الكبير في درجات الحرارة دي يا دكتور بيبقى في المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي او المحافظات الحدودية اكتر؟ المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بنلاقي الفرق بقى كبير جدا، يعني احنا بنلاقي فترة النهار دايما بيكون فيها دفء، يعني احنا على سبيل المثال محافظات شمال الصعيد عظمى فترة النهار بتكون حوالين 31 درجة مئوية، فترات الليل 15 درجة مئوية يمكن كمان اقل، فبالتالي هنلاقي فرق كبير جدا في المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير، وبعض كمان بالفعل المحافظات الحدودية في المناطق الجنوبية. بالاضافه كمان الشبوره المائيه ظاهره جويه مؤثره معانا اليوم وخلال الايام اللي جايه، شبوره مائيه قد تكون كثيفه على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وخاصه المؤديه من والى محافظات السواحل الشماليه ومحافظات الدلتا وسط سيناء مدن القناه. شبوره مائيه كثيفه يعني بتاثر على الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر بشكل كبير، وتخلي في انخفاض في الرؤيه الافقيه على الطريق، لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، ما بتستمرش معانا فتره طويله. اول ما اشعه الشمس بتطلع يعني تقريبا مع الساعه 8 صباحا الشبوره المائيه تختفي تماما والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. كمان متوقع اليوم مع فتره المساء وساعات الليل هنحس بوجود نشاط لرياح خاصه في القاهره الكبرى وبعض الاماكن من المدن مدن القناه وبعض الاماكن كمان من جنوب سيناء. وجود نشاط رياح فتره المساء بيساعد بشكل كبير على تلطيف الاجواء فتره المساء واحساسنا بالبروده فترات الليل، غير مثير لاي رمال واتربه النهارده باذن الله. الاحوال الجويه المستقره دي متوقع ان هي تكمل معانا لحد يوم الاثنين اللي جاي، يعني احنا لحد يوم الاثنين اللي جاي متوقعين ان العظمى على القاهره الكبرى ما بين 29 ل 30 درجه مئويه، احوال جويه مستقره ونشاط سياحي يحسسني بالبروده خلال فترات الليل. لكن اعتبارا من يوم الثلاث اللي جاي نرجع تاني قيم درجات الحراره يحصل فيها ارتفاعات ملحوظه، الثلاث والاربع والخميس ان شاء الله هيكون عندنا ارتفاع ملحوظ في قيم درجات الحراره، وتوصل العظمى على القاهره الكبرى يوم الاربع 37 درجه مئويه. بالاضافه كمان نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه يرجع تاني من يوم الثلاث اللي جاي، لكن ناكد دي طبيعه فصل الربيع، احنا عاده في الربيع بنسجل قيم درجات حراره مرتفعه، خاصة كمان لما نروح النص الثاني من فصل الربيع هنلاقي قيم درجات الحرارة أحيانا بتتجاوز ال 40 أو ال 45 درجة مئوية.
احنا بنسجل في فصل الربيع اعلى درجه حراره على مدار العام كله، لكن ما بنحسش بيها نتيجه انخفاض نسب الرطوبه، لان معظم مصادر الكتل الهوائيه بتكون كتل هوائيه صحراويه، خاصه لما بيكون في ارتفاع في قيم درجات الحراره ملحوظ، فبالتالي نسب الرطوبه منخفضه. طيب طمنينا على حركه الملاحه البحريه. هو طبعا الحمد لله في اعتدال كامل في سرعات رياح على البحرين الاحمر والمتوسط، ارتفاع امواج على البحر المتوسط ما بين 1 إلى 1.5 متر، البحر المتوسط مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، ايضا البحر الاحمر معتدل تماما، ارتفاع امواج ما بين 1.5 إلى 2 متر، ومؤهل ايضا لاعمال الصيد والملاحه البحريه. النصائح المهمه بس في الفتره دي لازم نوعيه الملابس ناخد بالنا منها، اكيد مع فتره النهار كلنا بنخفف الملابس مع وجود ارتفاع في درجات الحراره او الدفء فتره النهار، اللي هناكد عليه بس فترات الليل بلاش تكون الملابس الصيفيه بشكل كامل، نفس الملابس الخريفيه او الشتويه الخفيفه معانا الجاكيت خفيف واحنا خارجين فترات الليل او فتره الصباح الباكر، خاصه للطلبه وهم رايحين المدارس. مهم كمان ان احنا يعني الفتره اللي جايه نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، مرضى الكساء الصدريه والجيوب الانفيه اكيد لو في اتربه ورمال مثاره واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات. بس ان شاء الله اتمنى السلامه للجميع. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده ونبداها على طول بالقاهره للعظمى فيها 29 والصغرى 16، العاصمه الاداريه 30 15، اسكندريه 22 14، والعلمين 23 15، مطروح 21 16، ودمياط 22 16، بورسعيد 22 16، والاسماعيليه 30 18. هنروح للسويس العظمى فيها 31 والصغرى 16، العريش 23 14، كاترينا 23 12، وطابة 30 18، حلايب 28 22، وشلاتين 30 20، شرم الشيخ 34 22، الغردقة 33 21. الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 17، بني سويف 30 17، والوادي الجديد 35 20، واسيوط 31 16، سوهاج 33 17، وقنا 36 20، الاقصر 36 21، واخيرا اسوان العظمى فيها 37 والصغرى 22. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه، وعلى طول هنروح لمنى ومحمد نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليكي لمياء.